كان هناك غزالة حامل، لما قربت ولادتها ذهبت لمكان بعيد في أطراف الغابة قرب نهر. فجأة وهي تلد بدأت السماء ترعد وتبرق صاعقة تسببت بحريق كبير في الغابة. تطلعت عن شمالها، رأت صيادا يحاول اصطيادها بالسهم. فتطلعت عن يمينها وإذا بأسد جائع اقترب ليفترسها. فالغزالة إما يفترسها الأسد، وإما يصيبها الصياد بسهم، وإما تحترق في الغابة، وإما تغرق بالنهر. المخاطر في كل اتجاهات، وليس لها مفر أو خلاص. ماذا تفعل؟ تركض وهي ضعيفة، تستسلم للنهاية. قررت هذه الغزالة أن تفعل الذي باستطاعتها فعله، ركزت في ولادتها. فماذا الذي حصل؟ البرق أعمى الصياد، خرج السهم الذي كان موجها باتجاه الغزالة وأصاب الأسد الجائع فمات فورا. الأمطار نزلت بغزارة فانطفأ حريق الغابة، الغزالة ولدت بسلام. العبرة في الموضوع، في حياتك لحظات تكون فيها محاصر في كل اتجاه، أفكار متشائمة، أولادك أتعبوك، حروب روحية، خطايا مسيطرة على قلبك، أمور متعسرة خارجة عن إرادتك، مشاكل. ركز فيما تستطيع فعله، واترك الباقي على الذي يرتب حياة كل البشر سبحانه وتعالى، إنه أرحم من الأم على ولدها. لا تفقد رجاءك بالله، ولا تفقد إيمانك بالله، هو عنده حلول كل مشاكلك. وتذكر شيئا مهما، لا تقل يا ربي عندي هم كبير، بل قل يا هم عندي رب كبير.